أنا مرة واحدة قالت لي قريبة مني أولادك حيطلعوا مرضى نفسيين من كتر ما أنت تشتغلي وتسيبيهم. طب أنت ما بتزعليش لما ما بتحضريش الكونسرت بتاع بنتك والميتينج بتاعك أهم؟ نحن كلنا رحنا، أنت ما رحتي. صاير أن المرأة العربية بالذات تفكر أنا حياتي كلها بس عيالي، ليش ما حد يسأل الريال هل أنت تحس بالذنب أنك أنت تترك عيالك؟ الريال ما يفهم، لو أنت ما تقولين له حرفياً أنا، أنت مفروض كنت تحس، أنت مفروض تفهمني، نحن مع بعض من 10 سنين. ليه كتير ما فيش أمهات بيوصلوا الليفلز عالية في شركات؟ ما أحب أجامل في البرنامج أبداً، وسمعت شركات يوم يوظفون يقولون متزوجة لا بتحمل. العلاقة ما بين الزوجين تقدر تتأثر بعد الإنجاب. أنا بحس دايماً أن الراجل بمنتهى الصراحة لازم يعامل كطفل من أطفال آسفة. أنا كمان قلت لا، هو طفل، هو كبير. لا يما حلو، اختلفوا.